أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية من قناة الشروق. أبدأها بالعناوين. وزراء الريف الدول الثلاث يتفقون حول ملء بحيرة سد النهضة خلال 7 سنوات. وزير المالية يقول إن الحكومة بدأت في إعادة النظر في سعر صرف العملة. وزارة المالية تصدر منشور إعداد مقترحات مشروع الموازنة للوزارات والوحدات. أهلا بكم. اتفق السودان ومصر وإثيوبيا على ملء بحيرة سد النهضة خلال 7 سنوات، وأنهت الدول الثلاث جولة مفاوضات فنية برئاسة وزراء الري والموارد المائية بالدول الثلاث، انعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور ممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في تصريحات صحفية إن مداولات الاجتماع بين وفود الدول الثلاث أحرزت تقدما في القضايا الستة المتفاوض حولها والتي حددت في الاجتماع الأخير بالخرطوم في أكتوبر الماضي. وقال الوزير السوداني إنه تم التوافق على أن يتم الملء في فترة زمنية قد تصل 7 سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق. وقال الوزير إن التفاوض شمل موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر. وقال وزير الري والموارد المائية أن اجتماعات التفاوض لمناقشة القضايا الخلافية والتي لم يتم التوافق عليها خلال شهري ديسمبر 2019 ويناير 2020. قال وزير المالية إبراهيم البدوي أن الحكومة بدأت في إعادة النظر في سعر صرف العملة بما يتلائم مع وضع المصارف لدفع الانتاج الزراعي والصناعي. وقال إن الحكومة تجري سلسلة إصلاحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتركيز على الاستقرار المالي. وحذر وزير المالية لدى مخاطبته ندوة القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي في الفترة الانتقالية، حذر من حدوث أي تشوهات جديدة في الاقتصاد إذا مضت الحكومة في توحيد سعر الصرف دون النظر لوضع البنوك بالبلاد. ولوح وزير المالية لإمكانية دمج البنوك في السودان في إطار سياسة الإصلاح الاقتصادي للفترة الانتقالية. وقال هذا يجب أن يتم بحرفية لا تؤدي إلى تشوهات في الجهاز المصرفي. وقال البدوي إن الحكومة حريصة على دعم القطاع المصرفي وطالب بإعادة النظر في عمل البنوك خاصة فيما يتعلق بالاستدانة بالعملة الأجنبية لآثاره بالغة الخطورة على النظام المصرفي. كل هذه التشوهات قابلة للمعالجة إذا توفرت العزيمة وتوفرت المعرفة في عن طريق بناء إصلاح اقتصادي ذو مناقبية مهنية يؤدي إلى معالجة التشوهات وخلق المنافسة، بناء المنافسة. وهذا هو يعني وهذه الإجراءات أو السياسات تعتبر في صميم استراتيجية تطوير أو بناء القطاع الخاص. أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منشور إعداد مقترحات مشروع موازنة العام المالي 2020 ليعين الوزارات والوحدات الحكومية في إعداد مقترحات الموازنة بما يحقق الأهداف القومية والاستراتيجية المرجوة. ووجه المنشور الوزارات والوحدات الحكومية بإعداد مشروع الموازنة على أساس موازنة البنود لحين توفر شروط ومتطلبات تطبيق موازنة البرامج والأداء. كما وجه المنشور بإعداد مقترحات الموازنة وفقا لنظام إحصاءات مالية الحكومة وإعداد الموازنة على أساس هيكل الحكومة الانتقالية على أن تقدم الوزارات مقترحات الوحدات الحكومية التابعة لها. وأكد المنشور أهمية موازنة العام 2020 باعتبارها الموازنة الأولى للحكومة الانتقالية وتستصحب ما ورد بالوثيقة الدستورية وبرنامج قطاع التنمية الاقتصادية والأولويات التي أقرتها الحكومة بالتركيز على إحلال السلام وتحسين معاش الناس وتأسيس وتأهيل البنى التحتية الداعمة للاستثمار وإصلاح الخدمة المدنية وتهيئة وتعزيز البنية المؤسسية لتثبيت الاقتصاد الكلي. أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي على العلاقات الاقتصادية المتطورة والمتنامية بين السودان وألمانيا، ودعا شركة سيمنز الألمانية الهندسية لدعم السودان ومساعدته في توفير الطاقة الكهربائية. وقال إن الطلب للكهرباء في السودان أصبح متزايدا، وطالب شركة سيمنز الألمانية للدخول للعمل في مجال الكهرباء لإكمال العمل في كهرباء جري الثالثة. جاء ذلك لدى لقائه المدير التنفيذي للشركة لجنوب وشرق أفريقيا سابن دالومو،
من جانبه أكدت سابين دالومو عضو مجلس الإدارة للشركة والمدير التنفيذي لجنوب وشرق أفريقيا لشركة سيمنز زيادة تعاونها مع السودان خاصة في مجال الكهرباء، وقالت إنهم بصدد العمل في إكمال محطة كهرباء جري الثالثة بجانب مساعدة السودان والولوج مشروعات أخرى مختلفة في عدد من المجالات. تشهد ولاية جنوب دارفور استقرارا كبيرا في توفر الخبز بالمخابز خاصة في مدينة نيالا حاضرة الولاية، وقال مواطنون إن الخبز أصبح متوفرا يسهل الحصول عليه دون عناء كثير، وذلك للترتيبات التي اتخذتها السلطات في شأن توزيع حصة الدقيق على الأفران وإجراءات المتابعة للتوزيع، فيما أكدت السلطات المختصة توفر كميات الدقيق لتسيير العمل تتجاوز 30,000 جوال بالمخازن، وبعثت بتطمينات بزيادة الكميات إلى الأفران في الفترة القادمة. تشهد مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور هذه الأيام استقرارا نسبيا في توفر خبز الطعام وبكميات مغدرة في جميع المخابز العاملة في المدينة، ولا يوجد ازدحام إلا ما ندر، أو في بعض المواقع عند ساعة الفطور لطلاب المدارس، أو في بعض آخر من المدينة في آخر اليوم. الخبز في الفترة الصباحية يعني بيكون ما في، يعني ما بيكون في أزمة، لكن أما في الفترة ساعة الفطور فبكون في أزمة، بيكون في أزمة، أما الفترة النهارية بيكون ما في أزمة، فالخبز بيكون متوفر يعني. والله بجد الفترة اللي فاتت كانت رقيف وأزمة شديدة، وحتى نحن بنقفل في صفوف لفترة طويلة يعني، لكن الآن الحمد لله يعني الآن الزول بيجي كده بشيل الرغيف وبيطلع طوالي. أصحاب المخابز أكدوا استقرار الإنتاج مع توفر كميات الدقيق اللازمة حسب التوزيع، ولا توجد مشكلات تواجههم إلا عدم وجود العمالة الكافية والرسوم المفروضة من بعض الجهات. من حاجة عيش كده أو زول يقف يقول ما لقى عيش ده الله يعلم، حتى لو لقى الا يكون في، حتى لو جاء زحمه الا تكون في فرقه بتاعت فرقه بين عجين لعجين، الا العيش من ناحيه العيش ده متوفر. تواجهنا الجبايات والحطب حاليا والعماله، العماله دي احتمال يعني الفتره اللي فاتت دي احتمال تكون الزراعه، احتمال تكون شنو، الا بعد ينتهي موسم الزراعه دي احتمال العماله تكون متوفره، والعيش الافرام دي كلها عسى سبب التكفيل حقها معظم عماله ما عدم دقيق. السلطات المختصة أكدت توفر كميات الدقيق اللازمة مع توقعات بزيادة نسبة توزيع الدقيق إلى المخابز بعد توقف هطول الأمطار وسهولة انسياب الترحيل إلى الولاية. وضعنا الصغير سواء كان على مستوى عاصمة الولاية نيال أو على مستوى المحليات، الوارد عندنا من الدقيق يعني تقريبا كمية يعني بتكفينا على كل حال، يعني دائما بيكون عندنا في مخازننا في حدود 30-40 ألف يعني بتكون موجودة. واحد يحب يطمن الناس الآن يعني الحمد لله يعني موقف الدقيق كويس، وبعدين فصل الخريف ذاته انتهى برضه، يعني قد تكون في سهولة في الترحيل. وبهذه التطمينات تكون الولاية عبرت مضاعفات أزمة انعدام الخبز على أمل المحافظة على هذه النسبة من الاستقرار في الفترة القادمة وإكمال أوجه النقص فيها. الخبز متوفر هنا في مدينة نيالا في كل الأفران للمواطنين عند الطلب، فقط ما يرجوه المواطن هنا في هذه الولاية هو المحافظة على هذه الكمية وعلى الوارد من الدقيق وبنسب التوزيع للأفران. مهد العزيب، الشروق، ولاية جنوب دارفور، نيالا. تعهد عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان بمعالجة جميع مشاكل مشروع أصل الزراعي بالولايات الشمالية، وبارك محمد الفكي الاتفاق الذي تم بين طرفي النزاع بمشروع أصل الزراعي، وأكد أن الاتفاق يمثل خطوة متقدمة نحو معالجة جميع مشاكل المشروع من أجل دعم مسيرة الإنتاج وتطوير القطاع الزراعي. وتعهد الفكي بالمضي قدما في إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة الري بمشروع أصل الزراعي، وقال أن الفترة القادمة ستشهد إرسال تيما من وزارة الري الاتحادية للمنطقة للوقوف ميدانيا على حجم المشكلة وإعداد دراسات فنية لحلها حلا جذريا. وبنحيي برضو المجهودات الكبيرة بقوم بها سعادة اللواء الساعوري، حقيقة وجدناه ملم بكل تفاصيل المشروعات، واقف
واي محل مشينا له لقيناه سجل زيارات وعنده معلومات وافيه، ونحن بننتظر برضه منه الكثير، خصوصا ان الولايه مزغله بعديد جدا من الاشكالات. نتمنى برضه انه نحن نبدا في حل حالتها. طبعا في مشاكل متراكمه من سنوات طويله ما بتتحل بين يوم وليله، لكن نحن حريصين انه نحن نبدا ان شاء الله السائقه واصله. من جانبه أكد والي الولايات الشمالية المكلف أن حكومة الولاية بذلت خلال الفترة السابقة جهودا كبيرة لحل مشكلة الري بمشروع أوسل الزراعي، وجدد استمرار المجهودات من أجل معالجة جميع المشاكل والقضايا التي تواجه العمل الزراعي بالولاية الشمالية، وذلك دفعا لمسيرة التنمية والاقتصاد والتطور المنشود وتحقيق تطلعات إنسان الولاية. منبع سعادتنا أنها أول زيارة لأحد أعضاء المجلس السيادي للولاية الشمالية، وبالتالي كانت بالنسبة لنا زيارة يعني حلحلت كثير من المشاكل، وعرضنا له كثير من المشاريع الزراعية اللي فيها بعض الإشكاليات، وسعادته مشكور قعد مع كل الأطراف اللي عندهم مشاكل في محلية مروي بالتحديد، ووعد بأنه إن شاء الله رب العالمين يقف معنا في إنجاح الموسم الشتوي. ونحن كل مشاكلنا اللي عرضناها له هو كان يعني على دراية بها، لأنه تواصلنا معه في الفترة اللي فاتت كان كبير جداً، ونحن إن شاء الله رب العالمين حنتواصل مع مكتبه ومع سيادته في أنه أي مشكلة تطرأ علينا في الموسم الشتوي هو عاد بيحلها. يستعد مشروع تقوية منظمات المجتمع المدني بشرق السودان والذي تنفذه منظمة زو الهولندية بولاية القضارف، يستعد لإعلان تكوين جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني بعد استيفاء كافة الجوانب القانونية المتعلقة بإجراءات التسجيل، وذلك وفقا لقانون تنظيم جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني للعام 2011. وقال معتصم بشير منسق برنامج تنمية قدرات منظمات المجتمع المدني بمنظمة زو الهولندية بولاية القضارف، قال إن خطوة تدريب قادة الجمعيات تسهم في تيسير الوصول إلى القواعد، وبالتالي العمل من أجل تحقيق الهدف الأساسي بتحقيق الأمن الغذائي. الهدف الأساسي من الورشة هو زيادة التوعية والتنوير بهذا القانون، وتشجيع المزارعين الذين لم يعني يكونوا جمعيات او ينشئوا جمعيات حتى يعني يقوموا بتنظيم انفسهم عبر هذا القانون. المنظمة يعني بتعمل في 5 محليات، واستطاعت ان تنشئ العديد من الجمعيات وسط المنتجين في مجال الزراعة وتربية الثروة الحيوانية، وقامت بتشبيك هذه الجمعيات أيضا في جمعيات نوعية، ونحن الآن بصدد تكوين جمعيات تخصصية مساهمة يعني منا في تغنين وتنظيم هذه الجمعيات في إطار الولاية. من جانبه قال عثمان أحمد فاضل ممثل جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني إنهم في خواتيم الحلقة الأخيرة إذانا بالإعلان الرسمي عن ميلاد هذه الجمعيات وفقا للقانون حتى تكون ممثلا شرعيا للمزارعين تتبنى قضاياهم الهادفة إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية. سعينا ومشينا خطوات بعيدة جدا في تكوين القاعدة، وشرعنا في النوع، وحشينا على التخصص، وإن شاء الله سوف نقوم بتكميل الهرم في مدة لا تتجاوز 45 يوم بإذن الله تعالى. حقق نظام إدارة مورد المياه والذي طبقه مشروع البطانة للتنمية الريفية المتكاملة بولاية القضارف حقق نجاحا لافتا من خلال محافظة المجتمعات المستفيدة على هذا المورد الحيوي المهم والاستفادة من عائداته في تغطية احتياجات مواطني القرى عن طريق استثمار هذه العائدات. التنمية المتوازنة تبدأ أولى خطواتها بتحديد الاحتياج الحقيقي لإنسان المنطقة المستهدفة. هنا في البطانة يجمع مشروع البطانة للتنمية الريفية المتكاملة أوراقه إيذانا بانتهاء أجله بعد أن حقق اختراقا مهما في محور المياه، وهو الاحتياج الأساسي لأهل المنطقة والذين أحسنوا إدارة المورد عبر لجان التنمية. تنمية وتوفير المياه الشرب للإنسان والحيوان من أهم المكونات الفرعية لمشروع البطانة للتنمية الريفية المتكاملة، وفي هذا السياق نحن حتى الآن منذ بداية المشروع في 2009 وحتى الآن يمكن وصلنا لقرابة 186 موقع من حيث التأهيل والإنشاء الجديد، أن تكون النشاط نشاط متكامل
من منظور بيئي، من منظور يعني يوفر للناس مياه تعينوا أن يستقروا في مناطقهم، ما يهجروا المناطق ويمشي لمناطق يعني أخرى، وبالتالي نحن كن ساعدنا إسال البطانة أنه نجد له بيئة يعني يستقر فيها. تجربة إدارة المياه تعكس مدى التدريب الذي تلقاه السكان المحليين، ليعكس مدى التناغم بينهم وإدارة المشروع. جدوا دفاتر إنه نريد نوارد مصرف في حد الحفير دخلت كم في السنة وصرفت كم، والباقي كان عندنا في الخزينة كم. بعدك نحن من الجروي دوام خلت أوعسي طوال من شغلها الدخار شغلها بالجروي، لأن الجروي لما تقعد في الخزينة بتفقد قيمتها. طوال نحن غدار ما حاسبنا الناس ديل وعرفوا إنه عندهم كمية كده من الجروش، طوال نحن ثلاجة بنمشي نعملها حاجة. هسه عندنا عاملين ثلاثة دكاتره. زيارة تبادلية من جسم المشروع بولاية شمال كردفان وقفت على التجربة وأبدت اندهاشا بما تحقق من نجاح وعزما على نقلها. مشروع قديم جدا يعني وعنده إنجازات كبيرة، فكنا بنسمع بها، لكن الحاجة المدهشة والحاجة يعني اللي عجبتنا أكثر إنه لقينا حاجات على أرض الواقع ما كنا يعني متخيلين أنها تكون، خاصة من المجتمعات ذكرت لنا طريقة إدارتهم للموية، طريقة إدارتهم للمحميات الرعوية، وبعد ذاك الاستغلال العائد من الأموال بتاعت المياه في منشآت داخل القرية. لبوا الأولويات الأولى لهذه المجتمعات مما أدى لاستقرار كبير واستخدام المياه في بعض الأنشطة، حتى الإيرادات التي تم الحصول عليها يتم استغلالها في برامج أخرى خاصة بالخدمات التابعة للمجتمع. ما حققه المشروع في مجال المياه لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج تخطيط وتدريب وثقة مشتركة مكنت الأهالي من إدارة أهم مورد في منطقة تستقبل سنويا ما يناهز 8 مليون رأس من الثروة الحيوانية. محمد الفاتح الشروق، ولاية القضارف. النشرة الاقتصادية متواصلة معكم، وفيها بعد قليل: مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق مرتفعا في تداولات اليوم. أهلا بكم إلى جولة في أسواق المال والأعمال، ولكن عقب الفاصل. أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مرتفعا ومقارنة مع تداولات يوم الخميس، فقد ارتفع اليوم بل انخفض اليوم حجم التداول بنسبة 93% وانخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة بنسبة 89% وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 48 صفقة إلى 11 صفقة، وشهد قطاع البنوك وشركات الاستثمار ارتفاع سعر بنك النيل للتجارة والتنمية من 1.52 إلى 1.59 جنيها، وشهد قطاع الشهادات الاستثمارية ارتفاع سعر إصدارتين واستقرار سعر 4.6 إصدارات تم تداولها اليوم. ارتفعت العملات المنكشفة على التجارة على حساب أصول الملاذ الآمن مثل الين، وسط تفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين ستنهيان قريبا حربهما التجارية. وارتفع الدولار 0.3% مقابل الين ليبلغ في أحدث سعر له 108.730 ين، مما ينبئ بأن نوبة تراجع الدولار أمام العملة اليابانية خلال الأسبوع الأخير ربما شارفت على الانتهاء. ونزل الفرنك السويسري 0.1% أمام الدولار، وصعد دولاران النيوزلندي والأسترالي قليلا بفعل الأنباء، وتجاوز الدولار الأسترالي أدنى مستوياته في 4 أسابيع. في ختام النشرة الاقتصادية هذا تذكير بالعناوين: وزراء الريب الدول الثلاث يتفقون حول ملء بحيرة سد النهضة خلال 7 سنوات. وزير المالية يقول أن الحكومة بدأت في عادة النظر في سعر صرف العملة. وزارة المالية تصدر منشور إعداد مقترحات مشروع الموازنة للوزارات والوحدات. نهاية النشرة الاقتصادية، للمزيد يمكنكم زيارة موقع الشروق .net. إلى اللقاء.